45 سنة زوج طلق زوجته صح. يعني بعد كده هي كيف تعيش كيف كيف يعني أنا ماني متخيلة تعيش مروقة يمكن يا دكتورة يعني إذا كان معذبها إذا كان معذبها يمكن حتعيش مروقة بعد 45 سنة خلاص تأخذ إجازة ليش والعشرة شو وين راحت العشرة إيه؟ عشيرة يا سارة أنا معاك يا أنا فاهمة أنا فاهمة أنا فاهمة أنت قصدك بس أنت مفترضة يعني اللي بيعني بعد 45 سنة يا دكتورة لا أسف ولا ندامة عليه والله أنت مرة قاسية اليوم يا سارة إيش الموضوع لا ما يصلح لا العشرة العشرة لها دور العشرة لها دور إحنا ما بنتكلم دحين عن العشرة واحد باعني واحد باعني لا هي بتقولك هو تركها باعني بعد 45 انتهينا خلينا نرجع لموضوعنا طيب يا دكتورة وهذا حنناقشه بعدين مرة تانية 45 سنة والسنين هذه الطويلة والطلاق بس دحين طيب صار الأهل فضيلهم البيت انت دحين في هذه الحالة طيب كثرت شوية المشاكل بينهم في هذه الحالة الأولاد كيف يقدروا يتدخلوا لفصل القوات؟ هو فعلا وجود الأولاد في هذه المشاكل مرة وجودهم يعني مهم وجوهري وهم اللي بيحلوا المشاكل بين آبائهم وبين أمهاتهم حتى لو بالكذب يجي يكذب على أمه ويقول له والله يا أبويا ما يقدر يستغني عنك أبويا ما يقدر يمشي بدونك أبويا يتكلم عنك كلامتي لو تدري الكلام اللي يقول ويروح يقول للأبو يغني له نفس الأغنية ويعيد له ويزيد له فيها يحاول يربط الشمل ويجمع الشمل ما بينهم الاثنين أولا علشان يكملوا مسيرة حياتهم هذول المتزوجين اللي من 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 عشرات السنين وبعدين يعني هم يعني يبدأوا الآباء والأمهات يبدأ شيء من الزهايمر المبكر أحيانا يجيهم أحيانا بعض الهموم والمشاكل النفسية قد تتطرق نعم. إليهم فعندهم مشاكل ومشاكل يعني غير صحية. إن تكون مشاكل نفسية تكون هموم وآلام أيوه. يعني ما أيوه صحيح معنا. ويقولوا كمان الأولاد يعني همهم يكبر مع الواحد يعني الواحد كل ما يتقدم في العمر هم الأولاد يشيلوا يكبر الولد اللي سافر والبنت الحامل والولد اللي مش عارفة بس أنا مع بس بآخر مداخلة أنا مع أن الشخص يجيب أكثر من ولد عشان تتوزع المسؤولية لأنه لو ولد وحيد وعليه تحمل يفض كل هالمشاكل صح. الله يعين صح. طيب الله يرزق الجميع الذرية الصالحة الله يرزق طبعا أنا معطياني صفر من عشرة أنت كرت أحمر أنا ما في مجال صفر من عشرة دائما معاكي أنا طيب اليوم اليوم يا مهيرة أنت أخذتي عشرة على عشرة شكرا وأنا صفر بس أنا متأكدة أنه يعني في ناس حيكونوا مؤيدين كلامي لأنه أنت أحيانا تتحاملي علينا